لا مع موسى بيان سير، مع عاوز موسى نضاو. موسى نضاو عنده تاريخ في الوداد، والبيتور ديال الوداد تاريخي، ولا ديسيبلين معروف عليها، ومحبوب عند الجمهور، ومحبوب عند اللعابه وكاع لي جون، يعني مع ان شاء الله. هذا العام صعيب شويه، كاين تبارك الله دي زيكيب مزيانه هذا العام، كتبان لي البطولات كاين المنافسين، كاين الرجاء، كاين الوداد، كاين الجيش، واللي فاجاتني تطوان. تطوان تبارك الله هذا العام مزيانين بزاف. لا ماشي صعيب، على حسب الوداد. الوداد المشكل اللي عندنا هو لافون سونتر، ما كاينش البيتور، لا ديفونس، الميليو مزيان، بيتر اللي شويه باقي نتسناو الانتقالات شويه، ما عرفتش يسهل مولانا ان شاء الله. هو مصنداو كيبقى لاعب عنده امتيازات كبيره، ولكن العوده ديالو كيبقى فيها تساؤلات حول واش هو مستعد انه يكون في الفريق ولا لا. ما نقدرش نقول لك صراحه، كاين اسماء بزاف اللي قدر يعوضوا، ولكن مصنداو كتبقى عنده اللمسه ديالو، لانه دائما مع اللاعبين، ودائما كيبقى ديما هو في يعني مساعد المدرب، راه عنده دور كبير. لاحظنا انه في يعني الموسم الفائت ديما كان مناصر لاعبين، الكلمه ديالو حاضره، كان دائما عنده يعني كيف ما كنقولوا قيمه مضافه للفريق، وكنظن بانه غادي يكون غيعطي قيمه مضافه بطبيعه الحال. ان شاء الله غنديوه، لانه ربما في هذا الموسم هذا لحد الان ما بانش شي فريق اللي غادي ينافس الوداد على البطوله، وان شاء الله الحدود عندنا الحدود كثيره باننا نديو البطوله. انا مع لان الفتره اللي كندوز كمساعد المدرب كانت نتائج وكان انسجام، بالاضافه انه كان قبض الفرقه بعد المباراه، شي جوج ديال المباريات على ما كنظن كمدرب رئيسي، ونتمنوا ليه التوفيق، واخا ان ديك الذهب ديال الاشامي ما علامة استفهام، ما كانش في وقته. مبدئيا غتكون ودادية ان شاء الله. موسى نضاو بخبرته كبيرة، لاعب كبير، مر كما كنقولوا بسنوات عديدة مع فريق وداد بيضاوي، فالرجوع ديالو غيعطي إضافة للاعبين وشحنة معنوية للفريق إن شاء الله، من أجل التتويج باللقب 21 إن شاء الله. التجربة ديالو مع السي بنزرتي كتحكي عليه، ما نحتاجوش حنا، راه شفتوا الباركور ديال الوداد مع البنزرتي وموسى نضاو كي كان، راه وصلنا الفينال ديال العصبات، دينا بطولة، راه تجربته باينة، فهمتي باين. هو أنا معاه مع العوده ديال مصنداو خويا، راه حيت مصنداو راه فهمتي راه شي واحد راه قديم هو في كوره، وكان لعاب وكان لعب مع شحال من فرق، وداك الشيء هو راه لعاب، راه وعدته العقليه ديال الكوره وداك الشيء. احسن اخويا يجي لنا مصنداو، راه هو اللي كان ربحنا بزاف ديال الماتشات اخو، علقوا بالوداد شويه، عدوا مع الوداد احسن، يجي غنمشيو في طريق زوين بطوله ان شاء الله. احنا اخويا بالنسبه لنا احنا كجمهور ديال الوداد، معنا بالنسبه لنا ما كانش كنا راضيين على انه اي طرف من الدفه الاخرى يكون في فريق الوداد الرياضي، فهمتيني؟ حنا من زمان حنا ما اصلا ما كناش راضيين عليه، فهمتيني؟ من البدايه ما كناش راضيين، والحمد لله حنا اللي جو القدام ديال الوداد راه تبارك الله راه بزاف، ولينيفو عالي، يعني نورمالمون ما كانش من الاول ما كانش خصو يكون في نادي الوداد الرياضي، ونتمنوا من الله يعوضوا اللي غيكون يعوضوا في بلاصتو، يكون قدي يعقدي بالمعموريه كيف غادا في الوداد الرياضي ان شاء الله. بالنسبه لي موسى نضاو يعني اللعابه ديال الوداد راه كيعرفوه، فهمتي؟ ماشي يلاه غيعرفوه، وبالنسبه لنا حنا كنا نتمناو يرجع لنا بهذا القادوري، فهمتي؟ راه تبارك الله راه نيفو كبير وعالي، وغادي يقدم الاضافه لنادي الوداد الرياضي ان شاء الله. انا ديما تبارك الله حنا ديما حنا الاولين، فهمتيني؟ يعني ديما حنا اللي مرشحين الاولين، وان شاء الله العام الثاني ان شاء الله البطوله 21 والعصبه ان شاء الله الثالثه ان شاء الله. موسى نضاو مزيان اخويا، عنده تاريخ قديم مع الوداد، يستحق اخويا يكون مساعد مدرب، علاش لا؟ موسى نضاو حريفي، نقولوا حنا ولد الكره، فهمتي؟ ولد فهمتي، دوز كره مزيان، لعب كره، عارف اش كاين في التيران، عارف شنو كاين، اش اللي كاين؟ اش نقول لك؟ الله يسهل عليه، فهمتي؟ ما هو قال لك الوضعيه ديالو نفسه ما كترضاش باش انه يسمع شي هضره، ولا بنادم راه الخدمه هذه خصو يصبر، والله يسهل عليه، ان شاء الله يعاونه.